السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم في سفرة جديدة من سفرة هنية على قناة تن. سفرتنا النهاردة هتبتدي إن شاء الله تعمل حاجة العيد. كل سنة وانتم طيبين. هنبتدي نسمع أغنية والله لسه بدري، والله يا شهر الصيام جري أوام، ودي عادتنا بيه، بيبتدي وبعد كام يوم تلاقوا خلاص الشهر جري والشهر خلص وداخلين على العيد. يا رب يجعل أيامكم كلها عيد ويجعلها سعادة وفرح يا رب بإذن الله. قبل ما نشوف أول حاجة هنبتدي فيها في شغل العيد إن شاء الله زي ما احنا متعودين مع بعض، لازم نتكلم على الكولوسيز، الكبسولة الجيلاتينية الرخوة، زيت كبد الحوت، المكمل الغذائي القوي جدا اللي هو عبارة عن أوميجا 3، فيتامين ألف، فيتامين دال، ومتفقين ان احنا لازم في الفترة اللي احنا فيها دي نسبة فيتامين دال تكون مظبوطة في الجسم عشان تقوية المناعة الداخلية لينا ولولادنا، وعلشان نسبة فيتامين دال تكون مظبوطة لازم بقية الفيتامينات كمان تكون مظبوطة في الجسم. فاحنا النهاردة معانا الكولوسيز، زيت كبد الحوت بيديني الأوميجا 3، بيديني فيتامين ألف، بيديني فيتامين دال، وبيظبط لي نسبة فيتامين دال في الجسم، وده المطلوب. ودايما بنقول الكولوسيز يا جماعة موجود في أي صيدلية جنب البيت عندك، يا إما بالتليفون اتصلي وقولي للصيدلي أنا عايزة الكولوسيز بيجيلك لغاية عندك. وعلى كده بقى الكلام ده في كله ده الشريط غالي، الشريط رخيص جدا، شريط ب 14 جنيه وربع. العلبة اللي في ايدي دي فيها 3 شرايط كبسولة، كبسولة الزيت اهي، ده شكل الكبسولة بتاعتنا، كبسولة جيلاتينية رخوة جدا فيها زيت كبد الحوت من جوه. احنا الكبار بناخد كبسولتين يوميا، الولاد من 7 سنين بياخدوا كبسولة واحدة في اليوم. احنا طول رمضان بناخد الكبسولتين قبل السحور على طول، علشان لنا الدكتور اللي على معدة فاضية بيخلي الجسم يستفيد بيه اكتر. وبالنسبة لولادنا برضو لما سألنا الدكاترة في ولاد مش عارفين يبلعوا الكبسولة، قالك بمنتهى الأمان فضي الزيت اللي فيها على أي عصير أو أي حاجة الولاد بيحبوها هيستفيدوا منها برضو، ونبقى كمان قوينا المناعة عند ولادنا وقوينا المناعة عندنا. يبقى احنا بس مش بنهتم بالحماية الخارجية فقط، مسح وتنظيف وكمامة وجلافزات والكلام ده، ده احنا بنهتم بالحماية الخارجية والأهم منها كمان الحماية الداخلية اللي هي الجيش الرباني الطبيعي اللي بيحمي الجسم ضد أي حاجة خارجية داخل الجسم. ده كده بالنسبة للكولوسيز النهاردة. نبتدي بقى دلوقتي نشوف سفرتنا النهاردة هتقدم لنا إيه. سفرتنا النهاردة زي ما قلت لكم الأسبوع بتاعنا إن شاء الله أسبوع حاجة العيد مع بعض، واحدة واحدة هنعمل كل حاجة، كل حاجة أنتوا عايزينها بإذن الله. اولا بس عايزه اشكركم على دعمكم ليا ولقناتي على اليوتيوب، وعايزه اشكركم على المباركه الجميله اللي من امبارح بتباركوها لي. الحمد لله رب العالمين، على قد ما القناه لسه جديده لكن خدت 3 مراكز في الترند في رمضان. بشكركم جدا جدا وبدون منافس يا جماعه، يعني احنا بس والمسلسلات. فبجد بشكركم وعلى دماغي دعمكم، ودايما يا رب مسندني ودايما يا رب في ظهري، والف الف شكر اولا واخيرا، الشكر لله ثم شكر ليكم ولدعواتكم ومساندتكم ليا. النهارده هنبتدي شغل العيد، اول حاجه هنعملها الكحك، كحك المحلات، وبكره ان شاء الله هنعمل الكحك السخن اللي على السخن. احنا عارفين بنقول كحك المحلات او كحك الفرن اللي هو السمنه بتاعته بتبقى بارده، بارده يعني من العلبه او البرطمان على طول، حتى ما بتبقاش في الثلاجه. لكن لو انت مطبخك سخن ولقيتي السمنه جوه العلبه او البرطمان سايحه تحطيها في الثلاجه 10 دقائق بس قبل ما تشتغلي بيها. انا مش عايزه السمنه تكون جامده، انا عايزاها بس متماسكه، ده فرق بين متماسكه وبين جامده. النهارده هنستخدم في الكحك بتاعنا سمنه، سمنة جرين براديس، السمنة البقري، سمنة بلدي طبيعية جدا جدا بتدي نتيجة ممتازة في شغل العيد وخصوصا في الكحك. النهاردة وبكرة معانا يومين الكحك هنستخدم فيهم سمنة جرين براديس. طيب هنعمل ايه بقى؟ تعالوا الاول نقول المقادير وبعدين ندخل على التحضير. كل شغل العيد عشان يبقى سهل معاكم هنشتغل على كيلو دقيق. هتجيبي كيس الدقيق سواء الكيس الكرتون او الكيس البلاستيك، وقلت لكم كتير ايه الانواع المهمه جدا اللي موجوده في السوق، ونزلت لكم الكلام ده على صفحتي وعلى القناه بتاعتي علشان تعرفوا انتوا بتشتروا ايه. المقادير بتاعتنا على كيلو دقيق النهارده هيرمي لك شويه حلوين قوي. كيلو دقيق هياخد 2.5 كوباية سمنه من العلبه مباشره، خلاص كده.
وهياخد كمان كوبايه لبن، دي اللي هنلم بيها العجينه في الاخر، معلقتين كبار سكر بودر، معلقه كبيره بيكنج بودر، ورشه ملح. ونقول كمان عشان خاطر استاذ طلعت بس، كحك المحلات بتاعنا النهارده كيلو دقيق، كوبايتين ونص سمنه، كوبايه لبن، معلقتين كبار سكر بودر، معلقه كبيره بيكنج بودر، رشه ملح. سمع حد قاعد دلوقتي بيقول ايه ده؟ ايه ده؟ نسيتي الخميره، حطي معلقه خميره. المفاجاه عندنا ان كحك المحلات او الكحك الجاهز ما بيتحطش فيه خميره، ملوش دعوه بكحك جدتي بتاع السمنه المقدوحه اللي لازم يتحط فيها خميره، وده الفرق بين الاتنين، واحد بيتحط فيه خميره، واحد لا، واحد بيتحط فيه بيكنج باودر، واحد لا، شايفين الفرق ازاي؟ فاحنا النهارده خميرتنا في الكحك اللي على البارد هو البيكنج باودر بس، مش اكتر من كده. كل شغل الكحكايه والهشاشان بتاعها بيجي من حاجتين، السمنه اللي ما اتحطتش على النار والبيكنج باودر. خدوا بالكم من التكات الصغيره دي. اول حاجه هعملها، لو عندك بقى مضرب كهرباء، ما عندكيش بايدك بكف ايدك زي ما اشتغلنا عندنا في القناه بكف ايدينا، خدنا السمنه مع السكر كده ساحت وبقت زي الفل ودابت مع السكر البودر. اول حاجه عايزه اوريكم بس نعاير السمنه ازاي مع بعض. ده الكوب المعياري اللي هو بالظبط نفس كوبايه الشاي عندك في البيت، مج الشاي. وادي سمنه جرين بارادايز بتاعتنا، ونجيب معلقه ونكلم ام رامي. صباح الخير يا ام رامي. ام رامي صباح الخير. بسم الله. صباح الفل. ازيك يا ام رامي؟ ازيك يا قمر؟ كل سنه وانت طيبه يا حبيبه قلبي. يسلموا ايديكي. تعيشي يا ام رامي، تعيشي. والف مبروك يا حبيبتي. تابع ما شاء الله على اليوتيوب. الله يبارك فيكي يا حبيبتي، ما تحرمش منكم. ما شاء الله تعدي للاخر. ربنا يخليكي دايما كده وانتم معايا والله وجنبي على طول. لا 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 يعني تسلمي لي يا حبيبتي، تسلمي لي يا ام رامي، ما تحرمش مني كده. وكل سنه وانت طيبه. وانت طيبه وكل حبايبك طيبين يا حبيبتي وبخير. الله يبارك. اشكرك يا ام رامي، اشكرك حبيبه قلبي. شايفين السمنه بتاعتنا لون، والريحه مجرد ما فتحت البرطمان الريحه ما شاء الله عليها. دي كده كوبايه يا جماعه، خلاص يبقى انا بعاير قدامكم الكوبايتين ونص بالظبط. ادي كوبايه اهي، دي مج الشاي اللي عندك اللي في اي بيت بالشكل ده اللي هو 200 مللي، عشان لو حد عايز بالملي 200 مللي بالظبط. دي اول كوبايه معايا هاخدها في المضرب، يلا بينا. بسم الله. يلا بصوا من البرطمان او العلبه على الشغل على طول، ما شمتش النار خالص. حنان اهلا وسهلا. السلام عليكم. ازيك يا حنان؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا حنونه؟ حنان الحمد لله. صوتك بعيد ولا صايمه ولا ايه؟ بس قولي لي. طيبه. انت طيبه يا قمر، تسلمي يا حبيبتي. انا بحبك قوي يا شيخين. ربنا يخليكي يا حبيبتي. انا كل حاجه انت بتعملها حبيبه قلبي. يلا عشان تعملي الكحك بقى، تشجعي. يلا ان شاء الله باذن الله. هتعملي اللي على البارد ولا السخن؟ لا اللي انت بتعمليه ان شاء الله. يلا يا جميل، يلا شوفي خدي المقادير واشتغلي على طول يا حبيبتي باذن الله. تسلميلك يا شيخين، ربنا يخليكي لينا يا رب. اشكرك يا حنان، شرفتيني. صباح الفل يا قمر. دي كده تاني كوباية معايا اهي، ماشي كده حلو الكلام. شايفين السمنة والترميلة بتاعتها الحلوة؟ الله عليك انت والله يا استاذ طلعت، تسلم يا رب. ادي تاني كوباية معانا اهي، يلا بينا برضو نفضيها على المضرب. اتفقنا كيلو دقيق هياخد كوبايتين ونص بالظبط. التفاصيل دي يا جماعة مهمة جدا، هي دي اللي بتنجح لك الوصفة، مش مجرد المقادير بس، التفاصيل بتاعتنا مهمة جدا. المضرب ده هيقع ولا ايه؟ اه والله حسيت. خليك هنا دلوقتي كده. حاضر. طيب ناخد بس نص كوباية كمان ونعمل كده، ادي نص كمان، يبقى كده كوبايتين ونص اهم. مج الشاي العادي بتاعك ناخد كده. يا استاذة مها صباح الخير يا شيخة. صباح الفل يا مها، ازيك؟ صباح الورد والعسل. عاملة ايه يا حبيبتي واخبارك ايه؟ الحمد لله. الحمد لله. والف الف مبروك على القناة يا شيخة. يا حبيبتي ربنا يبارك فيكي. انت الشيف هالة مش اي حد يعني. ربنا يخليكي والله العظيم، ده من ذوقك والله ودعواتك ليا. الله يخليك. اه والله يا حبيبتي. تسلم ايديكي، مجهود
وما شاء الله مراعاه ضمير وكل حاجه، الحمد فلازم لله. يبقى دي المكافاه يعني ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين لله. ودايما مع بعض على طول كده يا حبيبتي يا رب. الله ان شاء الله. بتسلم ايديكي على كل حاجه. تعيشي والله. تعيشي تعيشي يا مدمها. كل سنه وسنه وانت طيبه يا شيخه. وانت طيبه يا حبيبه قلبي. وانت طيبه. الله يخليك. مع الف سلامه يا حبيبتي. شرفتيني شرفتيني يا حبيبتي. مع الف سلامه. دقيقة واحدة حاضر بنظبط الشغل بس. ايوه اهم من الشغل ظبط الشغل. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. كده انا عيرت لكم السمنة اهي قدامكم كوبايتين ونص بالظبط. هحط المضرب شغله بقى نحطه كويس كده شكله كان ايه مش مظبوط اهو. يلا وبعدين معلقتين كبار سكر بودر يا استاذ طلعت. ماشي معلقتين بس بيدي تطعيمه وبيدي هشاشان لقلب الكحكايه مش اكتر من كده. ماشي وبعدين ننزل المضرب بسم الله وندور بقى لغايه ما الاقي الخليط اللي قدامي ده اتحول لي قوام كريمي خالص ولونها افتح بقت عامله كانها زبده كانها اتحولت لزبده بالظبط. يلا بينا يلا بينا بسم الله. ايه اللي حصل معانا بقى؟ زي ما قلنا بالظبط. بصوا القوام اوريه لكم بالمضرب. بصوا القوام عامل ازاي؟ زبده اهي ما بقتش سمنه خالص اتحولت لزبده. ايه اللي اداني القوام الحلو المظبوط ده؟ ان السمنه كانت اولا متماسكه مش سايحه في العلبه بتاعتها متماسكه وفي نفس الوقت مش ساقعه من الثلاجه مجرد متماسكه بس. وفي نفس الوقت معلقتين السكر البودر بيقوموا بالواجب وزياده. هوريكم كل التفاصيل دلوقتي ما تقلقوش. بصوا بقى نشيل الاخت دي شكرا ليها عملت اللي عليها واكتر بصراحه يعني. نشيلها كده وتعالوا هنا شوف بقى معانا يا استاذ طلعت وري كل حبايبنا القوام بقى عامل ازاي. هنزله هنا في المكان في الطبق اللي هعجن فيه اهي. حتى ريحتها ابتدت تديني كانها ريحه زبده. هو ده اللي بيعمل فرق الطعم بين كحك زمان السمنه المقدوحه وبين السمنه اللي من العلبه على طول السمنه على البارد. وده ممكن نقدر نسميه برضو الكحك السريع اللي هو في ثانيه تروحي عامله شويه كحك زي العسل وخفيف جدا. ان انا ما احطش فيه خميره ده بيخلي الكحكايه خفيفه جدا وهشه جدا. ادي الشكل بتاع دلوقتي بقى بقت ايه السمنه على السكر بقت زبده يعني ما اقدرش اقول عليها سمنه 100%. ولما تكون السمنه حلوه زي السمنه اللي شغالين بيها تديكي القوام وتفتح معاكي كده على طول. هنا بقى هروح نازله بكيلو دقيق بس مش مره واحده مش كل انواع الدقيق زي بعضها يعني انا معايره كيلو دقيق لكن لازم اخد مثلا ثلاث ارباعه الاول واعجن واشوف محتاج اكمل تاني. يلا بينا بسم الله. يلا بينا قولي لي يا ميرفت. صباح الورد والسكر صباح الفل يا ماما الغنيه. صباح الهنا يا ميرفت ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ ازيك يا ماما عامله ايه؟ معلش حبيبي انا بتقل عليكي في الاسئله بس انا بثق في ربنا وفيكي. يا حبيبتي تحت امرك انا موجوده هنا عشانكم. تحت امرك يا ميرفت. بصي يا ماما انا عملت الكحك اللي بتاع المحلات ده قبل كده بس الرسمه بعد ما طلعت من الفرن وعملتها بالبصامه راحت. كنت حاطه خميره؟ لا انا عملتها زي المقادير حضرتك بيك البودر بس الرسمه راحت مني بعد ما طلعت. هقول لك ليه بقى انت كده قولي 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 انا معاكي واجاوبك في الاخر خالص. يلا والسؤال الثاني ماما انا عايزه اعرف لو احتاج سوائل احط له ايه مثلا برب يعني يكون متماسك شويه احط له ايه وازاي احفظه يعني لما اجي احفظه في علبه هو وبقيه. حلو سؤال حلو جدا جدا كنا هنجاوب عليه اصلا. حاضر هقول لك يا ميرفت هقول لك من عينيا الاثنين. حاضر حبيبه قلبي انا كده بصوا خدت ايه حوالي
ثلاث ارباع الدقيق وسايبه شويه للاخر، عشان زي ما اتفقنا مش كل انواع الدقيق زي بعضها. واروح نازله بمعلقه البيكنج باودر، معلقه كبيره، ورشه ملح صغيره مش اكتر من كده، ماشي كده. وبعدين هنا بقى نشتغل بايدينا، ولا عجان ولا مضرب، هنا لازم كف ايديا يسخن لي المقدار ده لازم. بصوا، حاضر يا فندم، حاضر. بالشكل ده ألم كده كل المقدار في بعضه، وبعد شوية هتبصوا تلاقوا المقدار بتاع السمنة سحب كل دي ده وعايز تاني كمان. احنا لسه ما حطيناش كوباية اللبن، وطبعا انتوا هتتفاجئوا ان انا المرة دي او السنة دي بعجنه بلبن. احنا السنة اللي فاتت عجناه بمية، السنة دي اللبن مع كحك المحلات بيدي لون فاتح حلو قوي قوي للكحكة، وبيديها غناوة مع السمنة البلدي. وحطوا في دماغكم حاجة، طول ما السمنة حلوة طعمها حلو وريحتها حلوة، ما بحطش ريحة كحك ولا بحط أي روايح خالص، عشان ما تغطيش على طعم وريحة السمنة جوه الكحكية. خدوا بالكم من ده. إمتى بحط ريحة كحك؟ لو أنا هقدح السمنة على النار لأني بضيع ريحتها، أو لو أنا عاملة بسمنة مش بلدي. لكن هتعملي بسمنة بلدي وكمان من العلبة على طول، يعني لسه محتفظة بريحتها وقوامها، يبقى ما تحطيش أي روايح. شفتوا بقى الفرق؟ وبصوا السمنه هي اللي بيحصل، عماله تشرب الدقيق ازاي اهي، ولسه ما حطيناش بقيه كيلو دقيق بالشكل ده كده كده. بصي لو ضغطت عليها ايه اللي بيحصل؟ بصي يا استاذ طلعت بتنعم خالص ازاي، وكمان ده لسه ما اتحطتش كوبايه اللبن، ده كده ولسه ما اتحطتش كوبايه اللبن. بصوا العجينه عامله ازاي، عسل وريحتها طالعه عسل عسل عسل. هنا بقى دلوقتي بعد ما لميت شويه كده اروح حاطه شويه دقيق كمان واشوف الدنيا. ميرفت قالت لو انا حسيت ان العجينه محتاجه سوائل اضيف ايه؟ اضيف سمنه؟ اوعي 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 تضيفي ميه او تضيفي لبن، بس العجينه مفروله معاكي وعايزه تتلم، ميه او لبن مش اكتر من كده، ما بضيفش سمنه تاني، خلاص الموضوع خلص. طيب قالت لنا ايه تاني؟ احتفظ بالكحك ازاي؟ الكحك بنشيله من غير ما يتحط عليه سكر، السكر ساعه التقديم بس، عشان السكر بيرطب الكحكايه ويطريها ويخليه قلبها يرجع يعجن تاني. طب اعمل ايه؟ اجيب علبه بلاستيك وافرش فيها كيسين كده جوه بعض، وارص الكحك بعد ما اطلعه من الفرن ويبرد خالص. حاضر، والله انا كنت حاسه انك هتقولي كده، والنبي كنت عارفه انك هتفاجئني وانا في نص الوصفه. يعني تدخل لنا في نص الكحكايه كده يا استاذ طلعت، يعني من عينيا الاثنين. على ما لم الدنيا دي بس مش هحط اللبن ولا هعجن ولا اي حاجه، هتطلعوا فاصل وترجعوا لي اكون بسيت الكحك، ونشوف عمليه البس بعد ما ترجعوا عملت لنا كحك عامل ازاي. فاصل قصير بس هو القناه تتغير. اهلا وسهلا بيكم بعد الفاصل. العجينه بتاعتنا اهي ولا كلمه، لسه ما تحطش عليها اللبن. وتعالوا شوفوا النعوميه بتاعت العجينه عامله ازاي. بصي لو اختبرتها كده وحطيت كده صباعي كده ودورتها، شايفين العجينه ناعمه خالص وطريه خالص زي العسل، وكمان لسه ما اتلمتش بكوبايه اللبن. هيجي لي سؤال هنا، اقدر احط ميه بدل اللبن؟ اه ممكن، بس زي ما قلت لكم اللبن مجرد انه بيدي غناوه لطعم الكحكه، بس لو في كميه قليله لغايه 5 كيلو كحكه هتعمليهم اعجني باللبن، اكتر من 5 كيلو خليكي في الميه اكتر، لان اللبن الكحك اللي باللبن ما بيعيش كتير قوي زي اللي بالميه. اتفقنا على كده. هعمل ايه بقى؟ برده كوبايه اللبن، بسم الله، برده مش هنزل بيها كلها، برده خليكي حريصه شويه في شغل العيد ده، خلي ايدك حساسه. وبعدين هفضل الم كده، طبعا انت شايفه دلوقتي ان كان اللبن كتير. بصي بعد شويه لما العجينه تشربه هتطرى وتنعم معايا، ومش هتلاقي اي اثر للبن ده خالص. مدام ناديه صباح الفل.
صباح الخير والسعاده على وش الخير والجمال كله. ازيك يا مدام نادي؟ عامله ايه؟ يا احلى ام نور في الدنيا كلها. حبيبه قلبي ربنا يخليكي. والله ما حشني عنك غير ان اختم القران الكريم. الله عليكي، دعوه حلوه بقى يا مدام نادي، ما تنسيناش في دعواتك. من قلبي انت اختي وحبيبتي. ربنا يكرمك يا رب. وكل حاجه ليا، والناس كلها بتشهد كده، بيقولوا لي انت بتحبي شيف هالة كتير كده. حبيبتي ده انت بصي الحبيب الاولي ده انت. وبعدين بصي بقى، انا بحب المنقط اللي انت لابساه ده بقى. أيوة. المرياله الخياميه الجميله دي تيجي لغايه عندك يا حبيبتي. والله تعيشي، سعيد عليكي يا رب. علينا جميعا، علينا وعلى العالم كله. يا وتحياتي للاستاذ طلعت، مخرج جميل جدا ما شاء الله. مخرجنا بجد، استاذنا وتحياتي لمنى اللي بترد علينا الاعداد الجميل. ربنا وطبعا كل كاست البرنامج وكل مشاهدينك المحترمين اللي بيحبوكي قوي 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 قوي، بس انا اكتر واحده. ربنا ربنا يخليكي. ايه رايك في الكحك؟ خلي بالك ما تقوليش زي بتاع بره، ما فيش حد يعمل اكل هلول ابدا. حبيبه قلبي ولا بجد شويه كحك إيه؟ والله عسل النهارده. طلعت بقى جاب لي كل اللي انت عاملاه على الشاشه، ينفع كده؟ طب بصي بقى، تعالي شوفي العجينه كده يا مدام ناديه. العجينه بصي تتاكل نيه والله، تتاكل نيه. بصي المفروض يخترعوا لنا بقى ايه الشاشه من اللي هي فيها خرم، نشم اللي انت بتعمليه. تشمي وتدوقي، ايه رايك؟ حبيبتي وتحياتي لكل القناه والقائمين على الله القناه. الله يخليكي. وبسلم على اسراء واقول لها كل سنه وانت طيبه يا عروسه. حبيبتي طيبه، ربنا يخليكي يا رب. ماما عن قريب باذن الله. ربنا يخليكي يا حبيبتي، شرفتيني. شرفتيني، مع الف سلامه حبيبتي. كده انا حطيت اللبن، وزي ما شفتوا العجينه شربته خالص ازاي. اللي انا بعمله ده دلوقتي تيست، اختبار للعجينه، بمعنى اروح عامله كوره كده وادوس عليها، لو شققت تبقى محتاجه سوائل تاني، ما شققتش زي ما انتم شايفين بصوا طعمه طعمت السنين. ايه الجمال ده؟ طب يلا بقى نعملها كحكايه ونشوف فين البصامه الحلوه بتاعتنا. حاضر يا استاذ طلعت، والله حاضر على عيني. بصوا بقى، هعمل كوره كده واحطها في الصاجه، ما بندهنش الصاجه حاجه، الكحكه فيها كميه سمنه ما بتحتاجش انها تدهن ولا تلزق ولا اي حاجه خالص. وعلى طول الكحك كمان الجاهز بتاع المحلات غير كحك امهاتنا، الكحك الجاهز بتبقى الكحكايه صغنططه كده، وبتتعمل بالبصامه الحديثه غير المنقاش بتاع كحك امهاتنا. طيب نعمل كمان واحده وتعالوا نشوف هنبصمها ازاي وخلاص. يلا بينا، بسم الله. في البيت بقى انت ايه، عيشي براحتك بقى وكوري. العجينه حلوه جدا وناعمه جدا، وان شاء الله تمشي معاكي زي العسل. بصي بعد ما نكور كده هجيب البصامه وضغطه صغيره خالص، بسم الله كده اهي. شايفين الكحكه؟ وادي الثانيه وادي الثالثه اهي، مفيش بعد كده. طيب واحده بس، لو عايزه احشي، لو عايزه احشي هعمل ايه؟ نفس الكوره طبعا، عندك ملبن بقى، عندك عجوه، عندك عين جمل، عندك لوز، انا جايبه لكم لوز كده اوريكم بس الحشوه هتبقى ازاي. ادي الكوره العاديه بالصباع التخين ده كده، والفها كاني بالظبط بعمل الكبيبه اهي. بصوا بقت مفرغه ازاي. حطي بقى الحشوه اللي انت عايزاها، انا هحط لوزه واروح قافله عليها كده اهي. ما شفتهاش، ما لحقتش اعمل لك واحده تانية. كده دي اللي فيها اللوزه تاني، عشان استاذ طلعت بس زعلان ما شافش اللوزه، ما شافش اللوزه. بصوا يا جماعه، كوره عاديه خالص زي ما احنا متفقين، صباع التخين ده جوه الكحكه، بلفها كده زي الكوبيبه. عملت ايه؟ فراغ اهو، ماشي بالشكل ده اهو. الفراغ ده اروح منزله فيه اللوزه او عين الجمل او حته ملبن او حته عجوه، وتروحي قافله كده لماها بالشكل ده، وارجعي كوريها تاني كده. وبعدين حطيها بقى جنب اختها الحلوه، وبرده نفس الحكايه بالبصامه، ضغطه بسيطه خالص كده اهو. شايفين الكحك ناعم خالص ازاي؟ لا شققت ولا جرى فيها اي حاجه. بص يا استاذ طلعت اهو. والله معلش ما بصيتش، ادي الكحكايه، الكرات كلها قد بعضها، فمطلعه لي الكحك كله قد بعضه، واللون الفاتح الجميل للكحكايه الطريه زي العسل. يلا بينا،
تدخل الفرن على درجة حرارة متوسطة، بنشغل من تحت بس ما بنشغلش الشواية، تطلع لك زي العسل لون ذهبي وجميل وبتدوب كده دوب كده في البق. دلوقتي بقى هنطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا مع بعض. فاصل قصير بس اوعوا القناة تتغير. اهلا وسهلا بيكم بعد الفاصل. في الفاصل الاولاني عملنا اول نوع من انواع كحك العيد، عملنا كحك المحلات او كحك الافران اللي دايما بتسالوا عليه، بيبقى طعمه خفيف وطعمه مميز كده عن الكحك بتاع السمنه المقدوحه التقيل. بكره بقى ان شاء الله نعمل لكم الكحك اللي انتوا عايزينه اللي تربينا وتعودنا عليه. النهارده وصلنا دلوقتي للفقره الطبيه، والنهارده فقرتنا برعايه فيتارم جلوبال، والكحكايه الحلوه بقى اللي تغطلنا على الكحك ده كله مي حبيبه قلبي اللي دايما كل سبت منوراني. ازيك يا مي؟ ازيك يا شيف؟ عامله ايه؟ وحشتيني جدا والله. انت عامله زي الكحكايه بالظبط. ميرسي يا حبيبتي. عامله ايه؟ وحشتيني جدا لله. وكل الناس وحشتني حبيبتي، ربنا يخليكي. وزي ما تعودنا النهارده معايا مفاجاه حلوه جدا بقى للناس عشان خاطر العيد ان شاء الله، وبقى مفاجآت والسمنه والدقيق براحتنا بقى. بصي بقى يعني انتوا عارفين دايما ايه، اي حد مثلا بيكون بيخس مع نفسه كده ولا حاجه، تسال جارتها تسال اختها تلاقي كحك، لا ده الكحك ده يبوظ الدنيا. وبيني وبينكم يعني هو سمنه والسكر يعني هو بوظ الدنيا. بس احنا يعني دي مناسبه كل سنه بالظبط، ما اقدرش ان انا في مناسبه زي دي ان انا امنع نفسي ان انا اكل الكحك والبسكوت والحاجات الحلوه دي، انا عن نفسي بحبها جدا. بس احنا النهارده برده معايا العرض بتاعي هيساعدني جدا جدا في العيد وفتره برده الباقيه دي من رمضان، ان انا ان شاء الله هظبط الدنيا دي جدا 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 ان شاء الله. فاحنا ما نقلقش خالص، ان انا النهارده معايا طالعه معايا عرض حلو جدا، ومكثفه الكورس بتاعي النهارده وخصومات عشان خاطر برضو يعني احنا برضو عشان عايزين بقى العيد وفي ميزانيه معينه للعيد والكلام ده، فاحنا برضو مظبطين الخصم النهارده علشان العيد، فكل حاجه احنا عاملين حسابها. كلي كل اللي انت عايزاه، كلي كل الاصناف. لا مي استني، الجمله دي لو سمحتي تعيديها تاني. كلي كل الاصناف، كلي كل اللي انت عايزاه. سمعتوا؟ معلش يا مي انا ما سمعتش كويس، كنت مذاكر الودن الشمال اليمين. بتقولي هناكل كل اللي احنا عايزينه هو ده، من غير ما نحرم نفسنا من اي حاجه هو ده. اعملي كل الاصناف اللي انت عايزاها وخدي ان شاء الله معاها الكورس، هتلاقي الدنيا معاكي بتتظبط جدا جدا جدا، ما عنديش اي مشكله. ما بقدرش اقول لها امنعي الاكل ده، ما تاكليش من ده او ما تاكليش من ده. كلي كل اللي انت عايزاه، والكورس انا متاكده هو هيعمل معاكي ايه، هيسد الشهيه، فبالتالي هيحجم الكميه اللي انت هتاكليها، هتاكلي كميه قليله عن اللي انت بتاكليه. هاكل واحده 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 من ده وخلاص. يعني انا لو جيت اول يوم العيد الصبح ورحت عامله كده طبق كحك على بسكوت على بتيفور على غريبه، وعشت بقى وكوبايه شاي بلبن، كوبايه ايه، برات شاي بلبن بالحلويات اللي استاذ طلعت جايبها لنا دي، والله يا استاذ طلعت تسلم ايديك يا جابر بخاطرنا، ونروح قاعدين ايه مدينها. بصي وبعدين ناخد الكورس ولا ايه؟ احنا هنظبط الدنيا مع بعض. احنا مبدئيا انا ما عنديش مشكله، احنا هناكل في اول يوم العيد وطول العيد ناكل الكحك براحتنا وبسكوت وكل اللي احنا عايزينه. بس هبقى ماشيه على الكورس بتاعي، هبقى ماشيه على النظام بتاعي اللي هو بتاع الكورس، ازاي هاخده، طريقه استخدامه صح، ومعاها هاكل اللي انا عايزاه. هو بقى هيعمل معايا ايه؟ هيسد معايا الشهيه تماما طول اليوم، هيعلي معدلات الحرق، بيمنع امتصاص الدهون الزياده اللي في الاكل. يعني انا باكل كل اللي انا عايزاه، لو في دهون زياده جسمي مش محتاجها الكورس بتاعي بيمنع امتصاصها. حلو جدا. تمام. قبل اي حاجه بس انا عايزه اشكر الناس اللي هي وثقت في فيتارم جلوبال اخر مره، اخذت الكورس بتاعنا من اسبوع او اسبوعين مشيوا عليه. عايز اقول لك النتيجه كانت هايله، يعني انا كنت حاطه تارجت معين ان احنا مثلا في الاسبوع حوالي 3 4 كيلو، في ناس عدت ال 6 كيلو في اسبوع. والله ما شاء الله. فده بالنسبه لي معدل هايل. يعني انا لما اكون ماشيه معاها متابعاها على طول والاقي المعدل ده هي وصلت له وعديته كمان، يعني ما شاء الله. بشكر الناس دي على ثقتهم فينا، وان شاء الله هيفضلوا مكملين على الكورس لحد ما نوصل للوزن المثالي. وكمان عشان خاطر الناس
اخر اسبوع ده ما لحقتش الخصم، فالنهارده معانا الخصم تاني موجود ومعايا كمان. يعني انا النهارده عامله الكورس ده مسمياه كورس توفير عشان خاطر رمضان والعيد، فاحنا ايه الاثنين مع بعض كده عايزين منتج نقدر ناخده يقدر يساعدني بشكل حلو جدا وبشكل سليم وبشكل سريع وفي نفس الوقت ما يكونش غالي عليا، ان انا اقدر ان انا اخده وابقى ايه مظبط الدنيا معايا. بالظبط. احنا لو ابتدينا من النهارده قول لنا طب العرض نحاول نلحقه بقى، يعني احنا نحاول عشان خاطر النهارده اخر يوم للعرض، فاحنا نحاول ان احنا ايه نلحق الخصم ده مبدئيا. احنا عاملين اصلا 50% خصم النهارده طول اليوم على كل المنتجات بتاعتنا تمام، وانا عامله برده من عندي انا خصم 70% لاول 50 متصل زي الاسبوع اللي فات زي ما عملنا عشان في ناس طبعا كتير ما لحقتوش. وده بناء برده على طلب الناس ان احنا عاملين النهارده خصم 70% لاول 50 متصل وبقيه الناس خصم 50% لحد الساعه 12 بالليل، وكمان الشحن مجانا لاي محافظه في مصر. حلو قوي. وكده كده اصلا المتابعه مجانا. مجانا المتابعه. يبقى احنا النهارده الكورس بتاعنا لو ابتدينا من النهارده ناخد الكورس انا هندخل على العيد ناكل كل اللي احنا عايزينه كل هي بامان جدا، وهتكون اوريدي اصلا ماشيه على المنتج مثلا بقالها اسبوع. هيكون هو نزلها حوالي وزن مثلا 6 كيلو 5 كيلو 4 كيلو في اسبوع، ده حلو برده مفيش مشكله طبعاً. تمام. وهتخش على برده العيد بشكل ايه احسن شويه، هتلاقي في اول اسبوع منطقه البطن معاها نزلت نهائي، سواء في بطن او جنابه تبدا تنزل معاها في اول اسبوع، اللي هي اصعب منطقه يا مي، هي اصعب منطقه بيكون فيها تكتلات دهنيه صعبه. فهي هتاخد المنتج ده مثلا النهارده هتبدا تطلبه هيوصل لها، وبعد كده بدون ماشي عليه لحد اخر رمضان هتخش على العيد بشكل احسن بشكل الطف، وهتلاقي نفسها ايه اتشجعت انها تكمل. هتاخدي الكورس تبداي ماشي عليه وتاكلي كل اللي انت عايزاه ده. حلو تمام؟ جدا. الكورس بتاعي النهارده عشان انا برضو عايزه اكثف النتيجه وتبقى النتيجه على طول وسريعه عملت كورس وعليه كورس هديه، بناخد كورسين بسعر كورس واحد ده بالاضافه للخصم، فاحنا بناخد كورس وعليه التاني هديه ببقى ماشيه عليه باخده بطريقه مكثفه، ممكن في خلال شهر واحد اوصل لحوالي 15 18 كيلو في الشهر. حلو جدا. ممكن كمان اكتر من كده لو في حد بقى ايه يعني مثلا عامل نظام غذائي او الكلام ده لوحده او هو كده كده بيتحرك اكتر بيتحرك شويه ده مع الكورس بقى بيجيب نتيجه اعلى رهيبه بصراحه. حلو جدا. فاحنا بناخد النهارده لو طلبنا العرض باخد كورس كبسول نقط اعشاب عليه كبسول نقط اعشاب كمان هديه، كورس تاني هدية. يبقى كده بيوصل لي 6 منتجات مع بعض 3 و3 بمشي عليهم بطريقة مكثفة، ممكن اخدهم في شهر او على شهرين اي حاجة مش اي مشكلة خالص، لو عايزاه مكثف باخده في شهر. يعني انا لو عندي مناسبة قريب اقدر انزل وزني بشكل سريع اخد الكورسين في شهر في شهر واحد مع المتابعة بتاعتي كمان المتابعة الاسبوعية هبدأ الاقي نتيجة ان شاء الله على طول من اول اسبوع. وده اللي انا بتكلم فيه ان المنتج بتاعنا النهارده احنا قلنا ان احنا معانا 4 منتجات جداد نازلين لسه جداد نتيجتهم من اول اسبوع من اول كبسوله. يعني ايه؟ يعني باخد الكبسوله من اول يوم هبدا اخد الكبسوله بتاعتي احس على طول ان انا شبعانه من اول يوم ان انا مش جعانه ان انا بطني مليانه ومرتاحه. يعني في ناس بتاكل مثلا بتاخد كورس معين وتبقى حاسه انها طول اليوم متضايقه حاسه ان انا نفسي مسدوده عن كل حاجه لكن لا الكورس بتاعك بيسد معاكي الشهيه فقط بتبقي قاعده طول اليوم حاسه ان انت مش جعانه. باخد كبسوله كلها الياف طبيعيه كلها فواكه استوائيه كلها فيتامينز تبدا تعلي معايا معدلات الحرق وتقفل لي الشهيه طول اليوم. حلو جدا. حلو جدا. فكده المنتج بتاعي كامل على بعضه باخد حاجه تسد معايا الشهيه تعلي معدلات الحرق تنقي جسمي من السموم تنسي بقى اي التهابات في المعده مشاكل في القولون كل ده تنسي مشاكل جهاز هضمي مع اي منتج تاني خدتيه احنا ننزل بقى كل ده احنا المنتج بتاع فيتارم جلوبال حاجه تانية خالص حته تانية خالص. دايما بنقول يا جماعه ان الكورس فيتارم شركه فيتارم جلوبال الكورس بتاع فيتارم هو الكورس الامن والفعال والاصلي الوحيد اللي موجود في السوق، اطلبوه وتاكدوا ان هو المنتج الاصلي لما تطلبوه عن طريق الارقام اللي موجوده قدامكم على الشاشه، الارقام كلها موجوده زائد الصفحتين على الفيسبوك هننزلهم لكم دلوقتي. ويا جماعه ارقام التليفونات ما تاخدوش اي ارقام من بره هي اللي موجوده بس قدامكم على الشاشه. مظبوط. وادي صفحه وادي الصفحه الثانيه عندنا فيتارم جلوبال بالانجلش فيتارم جلوبال بالعربي، ارقام التليفونات اللي موجوده قدامكم على الشاشه يلا من دلوقتي على طول عشان تبقوا من اول 50 متصل. او 50 متصل كنت هدبسك واقول لك 100 متصل لا هم 50 متصل اول 50 متصل علشان تحصلوا على خصم 70% وكورس وعليه كمان كورس هديه. وزي ما مي تفضلت مشكوره قالت لنا ممكن لو عندك مناسبه سريعه وعايزه تنزلي بسرعه جدا ممكن تاخدي الكورسين في شهر وممكن تاخدي الكورسين على شهرين، دي بقى بتبقى وظيفة الفريق الطبي، انت بتقولي له ظروفك ايه وبتقولي له انت عايزة تعملي ايه وهم اللي بيحددوا لك الأنظمة وبيحددوا لك كل حاجة.
مع مراعاة حاجة مهمة جدا اللي مي قالتها في الأول خالص وخلتها قررتها ثلاث مرات. كل ده وأنا باكل كل اللي أنا عايزاه، ما بتحرمش من حاجة، ما حدش حاطط لي قوانين، ما حدش حاطط لي قيود، زي ما بنقول كده ايه، حكم النفس على النفس مرفوض. يعني تيجي مي تقول لي لا 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 كحك ايه اللي هتكليف العيد، ما ينفعش. ما ينفعش ايه ده، هو اسبوع مستنيه من السنه للسنه. خلاص هقول لك يا ستي لا خلاص بعد العيد بقى ابقى افكر. وبعدين هقول لك برده حاجه، يعني احنا مش بنسحر، يعني ازاي هاكل كل حاجه ووزني هيخس كمان؟ مش احنا ده مش سحر، انت بتاخدي كبسوله، انا بالنسبه لي ده كورس حمايه. يعني ايه؟ يعني باكل كل ده ومعايا كبسوله حمايه ليا بتمنع امتصاص الدهون. يعني ايه؟ يعني دلوقتي ما تكوني انت بتاكلي الاكل اللي انت متعوده عليه عادي واخد كبسولتي، مبدئيا هتسد معايا شهيه طول اليوم. يعني هاخد 20% بس من اكلي الطبيعي. تمام، هبدا اخد الاكل ده، الكورس بتاعي مزود بفيتامينز وحديد ومعادن جسمي بيحتاجها، فبيسندني. يعني انا بقى واخده كميه اكل معينه قليله، ومع ذلك معايا برده في الكورس بتاعي فواكه وحديد وكالسيوم، بيبدا ايه يسند جسمي. وعلى الناحيه الثانيه معايا بقى النقط والاعشاب بتعلي معايا معدلات الحرق. يعني اي دهون عنيده بقالها فتره، بقالنا فتره بنكون في الدهون بقالنا سنين طويله، فالكورس ده بيقدر يخلصك من الدهون اللي هي بقالها فتره بتتكون في جسمك، بان هو يسد معاكي الشهيه ويعلي معاكي معدلات الحرق. يعني شغاله على الجديد اللي داخل الكبسوله، شغاله على الجديد اللي داخل والقديم اللي بقاله سنين متراكب بالظبط في نفس الوقت. وده يعني ميزة الكورس بتاعنا اللي هو الجديد اللي بقاله فتره ده معانا. وكمان في حاجه، النقط بتاعتي دي اصلا بديله عن ايه؟ عن الرياضه وعن الجيم. يعني انا بحرق في اليوم حوالي 20,000 كالوري مثلا في اليوم، ومع كمان ان انا بسد مع الشهيه، يبقى سد شهيه، تعليه حرق، نحت، قوام وتثبيت. الكورس بتاعي الهديه ده مخصص للنحت والتثبيت، دول اهم حاجتين عندي، ان انا لما بنزل وزني بينزل بشكل مظبوط بشكل متناسق، ان انا انزل منطقه البطن، انزل منطقه الجناب، لو في حد عنده مثلا من تحت مليانه ومن فوق جسمها مظبوط ما اقدرش انزل كله، ان احنا بنركز على مناطق تجمعات الدهون فقط. يعني لو من تحت بس مليانه مظبوط، الكبسول بيركز بس على منطقه تجمعات الدهون، فانا اقدر ان انا انزل منطقه تجمعات الدهون بس، لو في اي منطقه ثانيه مظبوطه بتفضل زي ما هي. ده مع ان احنا ما بتخسش. ليه؟ لان احنا بنركز على المنطقه اللي فيها دهون متكونه، ببدا اكسر الدهون دي وابدا اقضي على الخليه الدهنيه. يعني ده كده اجابه سؤال ممكن يجي لنا دلوقتي، لو حد جسمه مظبوط صح بس عندي بطن مثلا. أيوة. بطن مضايقاني، عشان كده بقول الكورس ده مخصص للنحت. يعني ايه؟ يعني بركز بس فيه على منطقه تجمعات الدهون، التكتلات الدهنيه. لو حد عنده مثلا، لو جسمها مظبوط شويه مثلا بس عندها تكتلات دهنيه في ظهرها، من فوق بيكون مثلا في تكتلات دهنيه، من عند الكتاف، من عند الدراعات، كل ده بينزل مع الكورس بتاعنا بيظبط شكل جسمك. بسد شهيه، تعليه حرق، نحت، قوام وتثبيت. تثبيت يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي خدت كورس وزني نزل عليه حلو جدا مثلا حوالي 10-15 كيلو في الشهر، خلاص كده بقى اتخن تاني؟ لا، ان هو بيثبت معاكي الوزن، خلاص ثبت على كده. الجسم خلاص ثبت، انت بتفضلي ماشيه مع الجسم لغايه ما بيتخلص من كل مناطق الدهون اللي موجوده فيه، وبيثبت على كده خلاص. جسمك اخد على كميه حرق معينه ماشي عليها بقالك فتره طويله بالنقط والاعشاب، وكمان حجمنا كميه اكلك، فالمعده رجعت لحجمها الطبيعي. فانا كده عملت حاجتين مع بعض، عملت بالانس، ان انا عليت معاه معدلات حرق ورجعت المعده لحجمها الطبيعي مع الوقت، ان هو اكله بدا يقل، فالمعده خدت حجمها الطبيعي اللي هو ايه كان من الاول خالص. فبعد كده الوزن بتاعي بيثبت، يبقى انا كده عملت نحت، قوام وتثبيت، ان انا عليت معدلات الحرق، سديت الشهيه، نقيت الجسم من السموم، كل ده مع بعض. واحنا بناخد، طب احنا معانا صوره نوريها كده لحبايبنا، ننزل بالصوره. قبل وبعد، قبل وبعد. وعايزه اقول لك ان احنا بنعرض صوره زي دي ليه؟ لان اكتر حاجه بخلي الناس تركز عليها ان احنا الوزن بينزل بشكل متناسق. ما لقيش مثلا وزن نزل ومنطقه البطن مثلا مليانه زي ما هي، لا. احنا بنركز ان احنا ننزل الوزن بشكل مظبوط جدا. طب مي برضو انا ملاحظه حاجه في الصوره، ان هو قبل كان الوش من تحت مليان، فاهماني؟ ما شاء الله، لما نزل مفيش الترهلات دي. أيوة، مفيش ليه؟ لان دي كلها كانت دهون متجمعه، فاحنا الكورس بتاعنا زي ما قلنا ان هو بيركز على منطقه تجمعات الدهون. حتى لو وشها مظبوط مش مليان، تمام، وجسمها بس اللي مليان، بيقدر يركز لي على ان هو ينزل بس الجسم، ماليش دعوه بوشي لو الوش ما فيهوش اي تجمعات دهنيه زياده. فانا كده اي تجمعات دهون الكبسوله مسؤوله عنها، سواء بطن او جناب او ارداف او تكتلات دهنيه في الظهر او الذراعات او الكتف، كل ده معايا بيبدا ينزل لو في تجمعات دهنيه. تمام. في برده كمان نقطه مهمه جدا،
اكتر مشكله بتواجه الناس سواء سيدات او رجاله منطقه البطن. ممكن يكون وزنه حلو جدا ويتلاقي عنده منطقه البطن ضيقه، منطقه البطن تلاقي عنده كرش، فده ما فيش اي مشكله فيه سواء للرجال او سيدات، ما فيش اي مشكله، الكرش مناسب ليه. لو هي مثلا بعد الولاده بتلاقي عندها كده تحت منطقه الخياطه منطقه جيب تجمعات دهون، انا بسميه جيب للدهون، ده بيكون فيه دهون عنيده. عملتي بقى دايت، عملتي رياضه، هيكون صعب شويه ان هو ينزلك المنطقه دي. وعارفه حتى لو الجسم خس بتلاقي المنطقه دي بيبقى فيها ترهلات جامده، ترهلات بتضايقهم جدا فعلا يعني. فالكورس بتاعي برده انا مركزه فيه قوي ان هو يركز على المنطقه دي، منطقه البطن. ولو برده بتلاقي مثلا واحده بتلاقي منطقه البطن بالجناب بقى تبقى حاسه ان هي لابسه حزام فبيبقى مضايقها جدا. فاحنا الكورس ده بيركز على المنطقه دي، ان انا انزل كل المناطق دي والدهون اللي في منطقه البطن والجناب بشكل متناسق جدا. طيب هل الكورس بتاعي فيه اي كيميكلز؟ الكورس بتاعنا بيميزه ان هو كله اعشاب طبيعيه، كله الياف، كله فواكه استوائيه زي التوت البري، زي التوت الابيض، زي المانجو الافريقي، زي عشب الكوجك، المرمريه، النعناع، الجنزبيل، كل ده مع بعضه جمعناه بنسب معينه بسيطه مع بعض بدا يكون لي المنتج ده، كبسول نقط اعشاب. باخد منه واحد كورس كده كامل وعليه التاني بتاع النحت والتثبيت هديه. كل ده حاجات منتجات طبيعيه جدا، ولا بتشتغل على خالص. على هرمونات ولا بتشتغل على المخ ولا الكلام ده، كلها حاجات لأن طبيعيه جدا. برضو كذا حد كلمني قال لي في منتجات خدناها عملت التهاب في المعده، منتجات تانية، فاحنا ده في كيميكال تمام. لكن بتاعتي منتج كله اعشاب طبيعيه والياف، عشب كوجك، توت بري، حاجات طبيعيه من دي. كمان هي هتساعد جسمك وهتسنده، وهيبقى فيه معادن، في كالسيوم، في فيتامينز، كل ده مع بعضه يبدا يسند جسمك. في كمان ناس بتقولي طيب في ناس جالها مثلا تعب في القولون، في الجهاز الهضمي، المنتج بتاعنا ده بيعالج جدا وبيعالج كل الحاجات دي طبعا. لو انتفاخات القولون يا جماعه، تقرحات القولون وقرحه المعده وكل يعني بمعنى اصح بنقول ايه، بيحسن من وظائف الجهاز الهضمي في الجسم. دي الاعشاب مظبوط، الاعشاب بتعمل كده ودي وظيفتها، فاحنا مجمعين كله مع بعض. ولو في حد عنده ضغط، سكر، كوليسترول، مفيش اي مشكله خالص، المنتج بتاعنا بيساعد. ليهم منتجات مخصصه سواء ضغط، سواء عنده ضغط، سواء سكر، سواء كوليسترول، المنتج بتاعي بيساعده جدا ان هو كمان يظبط الحاجات دي معاه، بينزل وزنه ويظبط له كل الكلام ده مع بعض. مجرد ان احنا بس نتصل بالفريق الطبي يا جماعه، فريق طبي على اعلى مستوى في شركه فيتارم جلوبال بالارقام اللي موجوده قدامكم على الشاشه، وزي ما مي قالت لنا قبل كده رقم ما جمعش، رقم ما ردش، عندكم كذا رقم، فيتارم جلوبال منزله لنا كذا رقم، مش حرمانا من حاجه يعني، اي رقم من الارقام اتصلوا عليه وهتلاقوا فريق طبي بيرد عليكم. قولوا بقى كل حاجه زي ما مي قالت لكم، الوزن كده. بقى السن، كل حاجه، لو في اي امراض بحكي كل التفاصيل، عندي منطقه تجمعات الدهون فين، ولو في دلوقتي مثلا ضغط مكالمات على التليفون جربي مره تانية على رقم تاني، تواصلي على الصفحه، مفيش اي مشكله خالص. طيب نقول بسرعه قبل ما نختم العرض المقدم، احنا النهارده معانا كورس وعليه كورس هديه تمام، بخصم 70% الاول 50 متصل وبقيه الناس لحد بالليل خصم 50%. كمان النهارده معايا كورس 3 شهور ده برضو نسبة وزنها فوق المية، تقدر تاخده، ده هينزل معايا ان شاء الله حوالي 35 كيلو في 3 شهور ده الاوزان الفوق المية، والشهرين بينزل معايا حوالي من 20 ل 25 كيلو في شهرين. مع كمان ان الشحن مجانا لحد كل المحافظات لحد البيت، فالنهارده كده كورس وعليه كورس هديه، وان شاء الله يلحقوه باذن الله ان شاء الله مع الخصم بتاعنا النهارده ان شاء الله. 70% الاول 50 متصل 70% يا جماعه الاول 50 متصل، يا رب كلكم معرفش ازاي بس كلكم تبقوا منهم وبجد تحصلوا على الخصم ده. احنا النهارده في حلقتنا عملنا في فقره الطبخه، عملنا النهارده كحك العيد، عملنا كحك المحلات، الكحك على البارد بشويه اسرار وتكات كده حطيناه جوه الكحك، يا رب تكونوا استفدتوا منها. وبعد كده وصلنا للفقره الطبيه، كانت النهارده برعايه فيتارم جلوبال وخبيره التغذيه مي اللي زي ما قلت لكم زي الكحكايه كده بالظبط، وجابت لنا عرض من الاخر يا رب كلكم تستفيدوا منه. اتصلوا دلوقتي على الارقام اللي موجوده على الشاشه عشان تحصلوا على عرض اليوم المميز جدا جدا جدا. يا رب الحلقه تكون عجبتكم، اشوفكم على خير بكره ان شاء الله في وصفات احلى واحلى، ومن النهارده لبكره هسيبكم في رعايه الله.